مرحبا ملك. مرحبا شيف. كيفنا اليوم؟ الحمد لله، انت كيفك؟ بشكر الله. مثل ما تعودنا شيف، في عنا حلقه خاصه بالسبيشال انجريدينتس. نعم. شو محضرنا لليوم؟ اليوم حنحكي عن البندوره. كمان البندوره هو من المواد الموجوده على طول البيت، على طول على طول، فيها نوع فيها كثير اشياء. من الصوصات، من اكيد صوص طماط، شوربه، سلطه، اكيد كل سلطه موجوده بتاكل لحالها نيه مع زيت زيتون على الحل، ففي لها وجود كثير بغذائنا اليومي. غنية بالبوتاسيوم، بالبوتاسيوم اللي هو منظم لدقة القلب، بنفس الوقت فيها الكاروتان اللي هو منيح للجلد مثل ما بنعرف، فمن الخضار المنيحة بالإجمال للجسم. اليوم حنعمل أربع طبخات. حنعمل البندورة بروفنسال تحت حد اللحمة، حنعمل سلطة مع الدغراء والبندورة، حنشوي الدغراء، بيروحوا مع بعضهم، لأنه ما ننسى البندورة هي في عليها على طول جدل، هل هي فواكه هل هي خضرة؟ شو بتقول انت؟ هي فواكه خضراء بسموها، نحن بنسميها هي فود فيجيتابل، مثل الأفوكا فود فيجيتابل، لأنه فيها شوية سكر بس ما فيها سكر كفاية لتكون حلوة. ايه، وهي أصلا من عائلة الباريز، يعني من شجرتها من شجرة الباريز، التوت من التوت، بيطلع تقريبا نفس الشيء 100%. فلذلك كانوا حيرين لو وصلوا آخر مدة حطوها هي صنفوها فيجيتابلز لأنه تستعمل بالموالح أكثر، بس في الديبيت بعده شغال. يعني حنعمل بيتزا بالصوص طماط، حنعمل تارت حلوه بالبندوره. اوكي،